جربت كل حاجة ومش قادر انك تخسر دهون بسبب انخفاض او انعدام عندك معدل الحرق، الفيديو ده ليك. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم نيوتريشن كوتش عمرو شعراوي، اهلا بكم في القناة. النهاردة هنبدأ نشرح جزء معظم الناس غافل عنه او سبب خفي جدا معظم الناس ما تعرفوش، هو انخفاض معدل الحرق بطريقة كبيرة جدا لدرجة انك تكون بتاكل مثلا اكل قليل فيه سعرات حرارية وفي نفس الوقت بتبذل مجهود وتتمشى مثلا ساعة او ساعتين يوميا، وفي نفس الوقت بتلاقي ان النتيجة ضعيفة جدا. السبب ده معظم الناس بتقع فيه وقليل جدا اللي بيتكلم عنه. بس قبل ما نبدأ نشرح السبب ده هقول بس نقطة بسيطة، هو ايه هو معدل الحرق. معدل الحرق بكل بساطة ده السعرات الحرارية اللي جسمك بيحرقها او يعني محتاج انه يستهلكها يوميا عشان تقدر تعيش. فلو احنا افترضنا شخص راجل بالغ عاقل، ده غالبا بيحتاج متوسط 2000 سعر حراري بدون ما يعمل اي مجهود، لان انت طبيعي طول ما انت قاعد جسمك محتاج السعرات الحرارية عشان يبدأ يعمل عمليات الحيوية مثلا في نقل الدم او ضخ الدم في القلب، الكبد، عمليات التنفس، عمليات الهضم الى اخره. فانت جسمك بيحرق تقريبا 2000 سعرة حرارية بدون اي مجهود. ده بايه اللي بيحصل او ايه الغلط اللي بيحصل بتلاقيك انك بتاكل 1500 سعرة او انت بتاكلي 1000 سعرة وبتعملي مجهود وبتمشي ساعة وساعتين، وفي نفس الوقت بتلاقي ان خسارة الدهون ضعيفة جدا او لا تكاد تكون ملحوظة. للأسف معظم الناس بتقع في الغلطة دي وانا كنت اولكم، وهو دلوقتي انا هدي عليها مثال بسيط عشان ابدأ اشرح لك الغلطة الناس بتقع فيها. لو انت شخص بقى يعني قبل ما نقول المثال ده، لو انت شخص مثلا كنت 120 كيلو كل شويه تخسر وتزيد تخسر وتزيد لحد ما وصلت لمرحله انك مش قادر تخسر دهون، ركز معايا جدا في المثال ده، لان اللي انا هقوله دوت ده اللي بيحصل فعليا على الارض الواقع، سواء كان حصل معايا او حصل على مع المتابعين اونلاين قبل ما يجوا يتابعوا معايا. لو انا النهارده شخص 120 كيلو ببدا اللي انا عاوز اخسر دهون، تقريبا مثلا معدل الحرق بتاعي لو فرضنا مثلا انه متوسط بدون اي مجهود 2000 سعره. لو انا شخص 120 كيلو وفي نفس الوقت عندي 30 كيلو عضل، انا بدات دلوقتي اخسر دهون، فنتيجة اللي انا متسرع بقيت اعمل دايت قاسي عليا، دايت مش محسوب فيه الماكرو والسعرات والفيتامينات والمعادن والبروتين، فبدأت اللي انا اخسر دهون ووصلت فعلا ل 80 كيلو من 120 كيلو، ولكن هنا جسمي كان فيه 30 كيلو حجم عضلي قل ل 25 كيلو حجم عضلي. جيت بعد فترة طبعا نتيجة ان الدايت كان قاسي او الدايت مش مناسب طبعا بترجع تكتسب الوزن تاني، فانا رجعت زدت ل 120 كيلو تاني. هنا انا لما جيت زدت ما اكتسبتش ال 5 كيلو عضلات اللي كانوا معايا قبل كده، لا انا زدت ال 120 كيلو وانا هنا ب 25 كيلو عضل. معروفه يا جماعه ان كل لما انت تزيد حجم عضلي كل ما معدل الحرق بتاعك بيرتفع، فنتيجه هنا اللي انا 120 كيلو وفي نفس الوقت عندي 25 كيلو عضلات فقط، فانا هنا معدل الحرق بتاعي تقريبا قل من 2000 الى 1800 سعر. بدات اخس تاني برده بنفس الدايت القاسي او برده ما عنديش الصبر، نفس السايكل اللي بتحصل لنا كلنا، وبدات اخسر دهون ووصلت فعلا 120 كيلو المرة دي لحد 70 كيلو، ولكن خسرت معهم 5 كيلو عضلات كمان، يبقى انا ساعتها كام؟ 20 كيلو عضلات. حصل مشكلة، حصل اي حاجة، رجعت زدت تاني، يبقى انا وصلت لل 120 كيلو ولكن المرة دي انا 20 كيلو عضلات. نتيجة ال 20 كيلو عضلات فالمعدل الحرق الطبيعي بتاعي بدون ما ابذل اي مجهود قل تقريبا لحد 1500 سعرة. فانا اجي هنا بقى في المرحلة دي او المرحلة اللي بعديها، اجي الاقي الشخص او انت او الاستاذة بتبدأ تاكل كمية سعرات قليلة، او انت تاكل كمية سعرات قليلة وفي نفس الوقت بتمشى ساعة او ساعتين، وفي نفس الوقت بتلاقي انك ما بتخسرش دهون زي الاول. انا كنت في الاول بخسر دهون كميات حلوة جدا، ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا حاسس ان معدل الحرق بتاعي قل. هنا بقى انا بشرح لك في الفيديو ده ليه قل، نتيجة انك بدأت تخسر حجم عضلي تدريجي. فهنا انت فهمت ليه معدل الحرق بتاعك بيقل بالرغم من انك يعني خسرت نفس الوزن ده قبل كده، ولكن نتيجة غلط انك للأسف خسرت معاه حجم عضلي. عشان كده لازم وانت بتخسر دهون تخسر صح. هنبدأ بقى نشرح، هديك 3 أمثلة عملية بعد ما انت فهمت دلوقتي ليه برضو بالرغم الناس انها فهمت الجزء ده بتقع في المشكلة دي ومش قادرة انك ترفع معدل الحرق بتاعها. رقم واحد، بيبدا خلاص والله الشخص فهم انه محتاج انه يزيد حجم عضلي اثناء خساره الدهون، فبيبدا يتجه انه ينزل الجيم، ولكن هنا بيبدا انه يبدا ينزل الجيم يعمل حمل تدريبي غير محسوب بشده عاليه، يقول لك مثلا نو بين نو جين وينزل يموت نفسه في الجيم اول يومين ثلاثه، بعديها جسمه يتكسر فيبدا يحصل له حاله نفسيه من الجيم ان الجيم هيكسر لي جسمي، هيخليني تعبان، مش قادر اقوم بوظايفي اليوميه او مش قادر اعمل شغلي اللي هو اكل عيشي، بالتالي ما بينزلش
تنزلش الجيم تاني. ده كده النتيجة الاولى الخطأ اللي الناس بتعملها. رقم اتنين عكس الاولاني. رقم اتنين هنا هو بينزل بشدة او حمل تدريبي خفيف جدا، ما بيستفادش اكتر من 20-30%، وبالتالي هنا زيادة الحجم العضلي اصلا طبيعي بتبقى انت بتزيده بالعافية. فلما يبقى النسبة 20-30% ما بيشوفش نتيجة، بالتالي هنا بيبدأ يحبط وما بيكملش في بناء العضلات، بالتالي هنا بيبدأ انه برضو يسيب الجيم. رقم تلاتة ان شخص ماشي بطريقة عشوائية ما بيحسبش عدد المجاميع بتاعته، العدات، شدة التمرين الى اخره، وهنا بالتالي برضو طول ما انت ماشي عشوائي مش هتشوف نتيجة محترمة، بالتالي هنا مش هتقدر توصل لهدفك. طيب اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ في حلين هنا عندك منهمش تالت. رقم واحد انك تفهم وتشوف فيديوهات على اليوتيوب وتقرأ كتب ازاي انك تعمل نظام تدريبي مناسب ليك، وانا انصحك بكتاب اسمه إريك هيلمز، اقرأ الكتب بتاعته عن التمرين. ده هيديك زي مثال بسيط تقدر انك تحدد شدة التمرين بتاعتك وتبدأ تعمل تيست وتجرب وتشوف المناسب ليك. رقم اتنين انك تشترك مع اخصائي تغذية او نيوتريشن كوتش او كابتن في الجيم تكون بتثق فيه، يبدأ يوصلك لهدفك بانه يحط لك نظام تدريبي مناسب ليك عشان تبدأ تظبط معدل حرق بتاعك تاني، وفي نفس الوقت ترجعه لحالته الطبيعية وتبدأ تزيد الحجم العضلي اللي انت خسرته، وبعديها تبدأ تبني عليه اكتر، فبالتالي معدل الحرق بتاعك يزيد اكتر. يا رب في الفيديو ده تكونوا انتوا فهمتوا ليه معظمنا نتيجة انه بيبدأ يخسر دهون ويرجع يزيد تاني مش قادر يخسر دهون نتيجة انخفاض معدل الحرق، بمجرد لما انت تبدأ تظبط اللي انا قلت عليه انك تبدأ تنزل التمرين وتبدأ تزيد حجم عضلي، معدل الحرق بتاعك هيبدأ يرتفع. وهنا بتعمل حاجة اسمها الريفيرس دايت. الريفيرس دايت دي انا هحطها لك هنا في الفيديو، بكل بساطة هتشوفه هتبدأ تفهم الجزئية دي في الدايت، لان انت محتاج هنا ان نتيجة انك معدل الحرق بتاعك قليل محتاج ان انا ابدأ اعمل شدة تمرين مناسبة، وفي نفس الوقت ببدأ ارفع الكربوهيدرات، لان انت ساعتها كنت مثلا لو انت مثلا بتاكل 800 سعرة او انت كنت بتاكل 1500 سعرة، فانت غالبا ما بتكملش ال 100 جرام كرب او 120، لا انت بتبدأ ترفع الكربوهيدرات تدريجي عشان تنشط معاك معدل الحرق معاك تدريجي، بالتالي جسمك يبدأ يحرق دهون. انا عارف ان الموضوع صعب ورخم شوية وبياخد وقت، بس مفيش حل غيره. معظم الناس اللي ما عندهاش صبر هتفشل في الجزء ده ومش هتقدر تكمل. عاوز تكمل وما تقعدش تقع في نفس اللوب، اعمل اللي انا قلت لك عليه، حط نظام تدريبي مناسب، اعمل الريفيرس دايت، باذن الله هتبدا توصل لهدفك. ولو انت عاوز تدخل معايا في تحدي عمرو شعراوي 12 اسبوع اقدر اعمل لك فيهم اللي انت عاوزه اوصلك لهدفك باذن الله، عن طريق ان انا بعمل لك نظام غذائي مناسب ليك محسوب السعرات والماكرو، نظام تدريبي مناسب ليك ومناسب لمستواك سواء في المنزل لو انت مش قادر تنزل الجيم او في الجيم. رقم 3 متابعة وتقييم عن طريق الواتس والرد في خلال 24 ساعة. كان معاكم عمرو شعراوي في رعاية الله. السلام عليكم.